حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من هالأجواء الجميلة، الأجواء الرائعة اللي راح نضيف لها جمال أكثر بصوت ضيفنا المبدع الفنان عامر البارقي اللي انضم معنا في الاستوديو. حياك الله أخي عامر. يا حبيبي، وشرف لي، وشكرا لكم على تحت الفرصة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند ظن المشاهدين إن شاء الله. ما تقصر، أنت من الأسماء اللي برزت بشكل كبير في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة عامر البارقي بدأ يقدم أعمال جيدة، بل أكثر من جيدة بصراحة، من ألحانك ومن كلمات بعض الزملاء. لكن لو تكلمنا عن البدايات، كيف كانت يا عامر وانت في انت تنتمي لمنطقة بارق او المدينة بارق اللي موجودة بارق. اي نعم، موجودة هنا في منطقة عسير. طبعا والله البدايات اكيد زي بدايات اي فنان يعني، لكن اول من سمع صوتي كان الفنان الجميل الحساس الأستاذ طلال سلامة ابو محمد، ما يقصر يعني، أكيد طبعا مبارك له باصداره الاخير، البوم طبعا الاخير. طبعا طبعا، ووجهني اني ادرس مبادئ الفوكاليز والموسيقى على يد الموسيقار الكبير ومسعله بالخير الاستاذ غازي علي، الموسيقار الكبير. وبعدها كانت الخطوه والبدايه في مسابقه الاستاذ علي فقندش، ما اخذت فيها المركز الاول الحمد لله، توفيق الله، وبدا يعرفني على الوسط الفني. يعني الاستاذ علي كان نقول سوالك خالط الطريق. طبعا خالط الطريق فنيه بالنسبه للفن، فهو والدي يعني، اعتبر يعني صراحة كان وجودي في الوسط الفني مثل اليتيم يعني، فهو كان مكان الوالد صراحه. هو استاذ كريم واستاذ قدير يعني، ما يحتاج، وبرضه جاري في البيت يعني. يا سلام، مسي عليه بالخير. مسي عليك. طيب انت بدات تشكلت على يد الموسيقار الكبير الاستاذ غازي علي، تعلمت المقامات الحجازيه او المقامات العربية الأصيلة. كلمني عن، أكيد كل واحد يتمنى خط معين أو يشك في جهة معينة، أنت أخذت اللون الكلاسيكي، ابتعدت عن الألوان الشبابية والألوان السائدة اللي ممكن أنها هي المطلوبة والسوق الشباب يبغونها اليومين هذه. صحيح، بالعكس أنا ما غفلت يعني، ممكن أقرب جواب أقول لك يا إحنا أولاد اليوم يعني، أنا ماني ذاك الكبير، لكن السبب في أني تربيت على يد ناس كبار في الوسط الفني، فكنت ملزوم اني اغني هذه الاشياء الكلاسيكيه، وما في شك انها تثقل الفنان يعني، في وبالعكس انا هنا وهنا زي ما يقولون ان شاء الله. طيب خلينا ما نحكي كثير ونسمع اكثر. اكيد ان شاء الله. والجمهور يستاهل. ايش سمعنا؟ اغنيه جمر الهوى من الحان وكلمات المستحيل، هذه اغنيه خاصه فيك ما شاء الله. جمر الهوى أصبح رامات، ما عاد يشقين البعاد، جمر الهوى أصبح رامات، ما عاد يشقين البعاد، ولا عاد بعادك لي ألم، ولا عاد لي حسرة وندم، جمر الهوى أصبح رامات، ما عاد ياخذني الخيال للحلم في لحظة وصال، ما عاد ياخذني الخيال للحلم في لحظة وصال، والطول فيها وحدتي خلاص جفت دمعتي، جمر الهوى أصبح راما. الله يديك العافية. يعني شيء جميل بصراحة، لكن ما شاء الله موهوب في الصوت، موهوب في التلحين يعني، الحمد لله على ما الله يعطيك الصحة والعافية. لو تكلمنا عن الأسماء اللي أثرت فيك فنيا وشكلت ذائقتك، من هي الأسماء اللي أنت تسمعها وكان لها أو لها إلى اليوم نصيب في فنك؟ والله شوف، أول صوت سمعته صراحة اللي أعتبره أستاذي مهما يعني سمعته مهما تأثرت، فنان العرب محمد عبده، مسي عليه بالخير ابو عبد الرحمن ابو نور، يعني كلنا متربين على صوته وكلنا، ومن بعد يعني زي ما تقول الواحد يعني لازم يثقف سماعه، يكون يعني ملم يعني بما حوله من الوان غنائيه، فابو نوره كان الاول يعني. طيب بالنسبه لنا، بالنسبه اكيد، وبالنسبه للجيل كامل وللاجيال القادمه، ابو عبد الرحمن مدرسه كبيره طبعاً، واسم سعودي مهم جدا فنيا. لو تكلمنا عن منطقة عسير وتأثيرها على فنك والألوان اللي ممكن أنها أيضا دخلت في جزء من ألحانك.
والله شوف عسير بجمالها يعني أكيد أنها تأثر في الفنان أيا كان يعني، وبرضو في البدايات يعني المعاناة تصنع فنان زي ما يقولون عارف، فالحمد لله يعني أكيد حاجة أثرت فيني يعني وصقلت موهبتي يعني الحمد لله. جميل الحمد لله. أنا بصراحة ما ودي أحكي كثير. طيب. وإحنا مجهزين حاجة للمشاهدين الكرام بما أننا نشوف هاللقطات الجميلة اللي عقبة ضلع العقبة المجاورة لهالاستوديو من هالإطلالة. اي نعم، فيا ليت تسمعنا شيء من تهامة عسير. اكيد اكيد. ايش راح نسمع ان شاء الله؟ في اغنية انا حاب اسمعكم منها للفنان صالح خيري ابو خالد مسي عليه بالخير. طبعا. ايش اسم الاغنية؟ اشتقت للديرة. اشتقت للديرة. يا سلام، تفضل. هلت عيوني دمعها وانهمر، القلب عفا مسافر، واشتقت للديرة، كتبت للغالي سطر في سطر، من دم قلبي وحر، واشتقت للديرة. أبكي على حالي وحاب الصور في وحدتي والسمر، واشتقت للديرة، يا ربي تلهمني عظيم الصبر، تربخ ليالي مسهر، واشتقت للديرة. هلت عيوني دمعها وانهمر، القلب عفا مسافر، واشتقت للديرة. الله 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 الله، جميلة جدا، فيها احساس رائع بصراحة، واحساسك يعني ما ينوصف. الله يخليك. الله يعطيك العافية. وين عامر البارقي اليوم من فعاليات السياحة، فعاليات الترفيه؟ يعني نشوف كثير من الفعاليات والحفلات اللي موجودة، وين اسم عامر فيها؟ والله احنا موجودين ان شاء الله، اذا دعينا اجبنا زي ما يقولون، ان شاء الله احنا حاضرين دائما. ما وجهت لك الدعوه؟ لا وجهت لي دعوه، ولكن كانت يعني صادفت هذه الجائحه، جائحه كورونا. اي الله لا الحمد لله، ان شاء الله ان الجائحه في طريقها للزوال، لكن الايام الجايه ان شاء الله يعني يكون في حضور لك كثير ان شاء الله. اذا دعينا اجبنا ان شاء الله، احنا مستعدين في اي وقت باذن الله. طيب انت ليش توجهت انك تلحن لنفسك؟ عدم قناعة بما يقدم لك من ألحان، ولا عندك شيء أنت تبغى تقدمه، تبغى يعني يخدمك في خط اللي أنت ماشي فيه؟ والله شوف، إحنا أحكي لك عن مشكلة تواجه يعني الكثير يعني الوقت الحالي، هي مشكلة الإنتاج. حلو. فهذا المشكلة برضو إيش خلتني إني أحاول إني ألحن نفسي، عشان منها برضو يعني زي ما تقول لو اكتشفت حاجة إني يكون برضو أخدم نفسي وأخدم غير يعني. فالحمد لله يعني وجدت من جمهوري قبول بعض ألحاني، فحبيت أني أستمر، وبالعكس هذا ما يمنع أني يعني أغني لأي أحد، وبالعكس هذا مجرد تجارب يعني زي ما قلنا. بالعكس تجارب مهمة، هي اللي تشكل أخير. الهوية الفنية في الأخير طبعا. والإطار أكيد. الفني لكل فنان أكيد. يعني وفي يعني ما شاء الله أنت في مقتبل العمر فنانين كبار يعني كانوا في نفس الفترة العمرية وأعمالهم خالدة إلى اليوم. صحيح، مثل ما قلت لك يعني. طيب التلحين قبل ما نطلع فاصل، أهم عقبة واجهتك في مشوارك الفني؟ انتقال لجدة. الانتقال لجدة من بارق لجدة. هذه العقبات، لأنها كانت البدايات يعني وكيف أنك تثبت نفسك في الوسط الفني وتتعرف على ناس جدد وكيف تقنع مواجهة الكبار وكيف تقنع الكبار بموهبتك، كل هذه. وكيف قدرت تقنعهم؟ والله ما أعطاني رب العالمين باجتهادي، ولأنهم برضو كبار أعتقد يبحثون عن الموهبة الحقيقية. الحمد لله بتوفيق يعني رب العالمين. يعني الأسماء اللي ذكرت ما شاء الله تبارك الله أسماء كبيرة، وجه لها التحية من برنامج سيف ديرتنا. وجه لهم جميعا التحية، وكل من التقيت فيه وكل محب لي له فضل علي، وأعتز بهذا الشيء وأتشرف. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب الآن لو قلنا يعني القادم، هل في عمل قادم أنت قاعد تحضر له؟ ألبوم، عمل سينجل؟
ان شاء الله في عمل. طيب ناخذ اجابتك، ايش رايك بعد الفاصل؟ ان شاء الله. وبرضه نسمع مجموعه اغاني أكيد. نحضرها اكيد الكرام، في مجموعه كبيره من الاغاني الجميله اللي محضرها عامر، لكن بعد الفاصل خلوكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في صيف ديرتنا، ومن هنا مع الفنان الجميل الرائع عامر البارقي. حياك الله اخوي عامر. الله يبارك فيك يا رب. كنا قبل الفاصل في سؤال عن يعني جديدك، ما راح تقدم في المرحله القادمه، ايش اهم الاعمال اللي انت قاعد تحضر لها اليوم؟ والله في اعمال يعني لا شك اني جالس احضر لها من الحاني، وفي اعمال وتعاون مع بعض الشعار من بعض الملحنين، ما شاء الله قريب انها تلاقي النور باذن الله. باذن الله. باذن الله. هل بنلقى منها الوان من عسير بما انك يعني من ابناء المنطقه؟ اكيد اكيد، وما لي فضل زي ما يقولون، اكيد هذا موروثنا ونعتز فيه ونفتخر، وباذن الله تكون في اعمال موروث جميله وتليق بمحبين التراث باذن الله. هل الغناء في الموروث والفلكلور تحدي للفنان؟ يعني يكون لو غنى باللحن جاهز او من خلال ملحن معين يكون افضل من انه يغني شيء موروث؟ هو لازم اصلا البدايه انها تكون من الموروث لاي فنان، واصلا يعني احنا بنغني التراث اصلا وبنستسقي من التراث. بالضبط، كل اغانينا من التراث يعني اغلبها، فواجب وشرط على الجمل الموسيقيه كلها يعني من موروثنا الثقافي والفني. طبعا موروثنا غني جدا ومن اغنى المناطق يعني. أكيد أكيد أكيد. طيب إحنا وصلنا معك نهاية اللقاء، لكن ما راح نختم معك كذا، نبغى نأخذ منك أغنية أنت مجهزها لنا، وقبل ما نسمعها نشكرك جزيل الشكر. إذا كان لك من كلمة أخيرة، إذا كان لك من كلمة أخيرة أسماء تحب تشكرها على الهواء. أشكر كل من ساندني وكل من دعمني في البدايات وكل محب لي، وإن شاء الله كنا ضيوف خفيفين زي ما بالعكس. جميل جدا، من اروع الضيوف. الله يعطيك الصحه والعافيه. ايش راح نسمع اخوي عامر؟ تقول الله يطعنا. الله نطالب الجمهور كثير يعني. ومسي على شاعرها الاستاذ سعد زهير. اكيد يعني لكم اجمل كتب تحية. كتب احدى كلاسيكيات عسير. طبعا ما في شيء. تفضل. تقول الله يطعني واقول الله سبق بي، جنوبي النثار همه على غيمه جنوبي. تقول الله يطعني واقول الله سبق بي، جنوبي النثار همه على غيمه جنوبي. أحس إني إذا قالت فديتك يا عرب ربي، ترى قصلي جبال أبها مع الريح الشمالية. أحس إني إذا قالت فديتك يا عرب ربي، ترى قصلي جبال أبها مع الريح الشمالية. ولا ادري ليه تسريبي هواجيسي وتبعد بي، اذا قالت عسى ما فيك يا الغالي جيفي. ولا ادري ليه تسريبي هواجيسي وتبعد بي، اذا قالت عسى ما فيك يا الغالي جيفي. تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي، جنوبي النثار همه على غيمه جنوبي.
الله 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 يعطيك الصحة والعافية. تحية لك وتحية أيضا لشاعرها الصديق سعد زهير، صراحة أبدعت، شكرا جزيلا لحضورك، شكرا لك أخوي عامر، نلتقي إن شاء الله على خير بحول الله.